مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج الرعاية والتغيير. نرحب بكم في هذا المساء الجديد من قناة الماس الفضائية، وهذا الحلقة الجديدة من برنامج الرعاية والتغيير اللي تأتيكم بدعم من مركز الرعاية والتغيير في سيرلينغ هايتس ميشيغان على الميل 15 وديكوندر. أنا مضيفكم الدكتور هيثم صفو. نتمنى اليوم أن نكون حلقة جديدة تساهم في بناء مجتمع متغير متجدد أفضل، وأيضا في بناء أفراد رجال ونساء وشباب يتمتعون برعاية جيدة وأيضا يتغيرون نحو الأحسن في كل يوم. وهذا هو هدف برنامجنا الحقيقة، أنه إحنا نريد أنه نسهم في أن نوصل التغيير الإيجابي المطلوب للعائلة للفرد في مجتمعنا الشرق أوسطي في أمريكا من خلال هذا البرنامج. أرحب بكم من جديد. حلقة هذا اليوم راح تكون عن موضوع حقيقة نوعا ما هو ساخن ومؤلم لكثير من العوائل والكثير من الأفراد. أنا يعني شخصيا أعتبره من الجروح المؤلمة اللي يعاني منها الإنسان في حياته، وهو موضوع الطلاق. مثل ما تعرفون الطلاق هو جروح كبير تعاني منه العائلة في كل مكان في كل العالم، وخصوصا في المجتمعات الغربية اللي يعني اللي أبحاث تقول أنه نسبة الطلاقات في أمريكا هي من أعلى النسب في كل أنحاء العالم. يعني أمريكا نسبة الطلاق فيها أعلى من حتى من أوروبا، أعلى من أي مجتمع غربي آخر مقارب. في أمريكا الناس يطلقون بنسبة أعلى، والطلاق هو مؤذي للإمرأة ومؤذي للرجل، مؤذي للأطفال، مؤذي للعائلة، مؤذي لأهل الرجل، مؤذي لأهل الإمرأة، مؤذي للجميع. يعني أكو هناك بناء عائلي، هيكل عائلي كان في يوم ما متماسك مليء بالأحلام مليء بالطموحات، وفجأة إذا هو ينهار ويتمزق إلى رجل منفرد وامرأة منفردة وأولاد تايهين ما بين الاثنين. بالتأكيد هذه حالة مؤلمة، وهذا حالة صعبة ليمر بها الإنسان في مثل هذا الوقت. هذا الموضوع راح ناخذه من بهدوء وبتأني. اليوم راح نناقش هذا الموضوع، راح نناقش الموضوع من وجهة نظر المرأة، راح نناقش موضوع الطلاق من وجهة نظر نسائية، حتى نشوف يعني الأسباب اللي تؤدي إلى أنه تخلي الامرأة تطلب الطلاق أو تسعى إلى الطلاق، وما هو تأثيرها عليها وشلون تعيش حياتها بعدها. مواضيع كثيرة هي الحقيقة، يعني احنا بالتأكيد ما راح نقدر نغطيها بتفاصيل وبكمال، لكن نحاول أنه نناقش ما نقدر نناقش في هذا بعض الإحصائيات البسيطة اللي راح نتكلم عنها، يعني نبدي بها هذا حلقة هذا اليوم اللي هي الطلاق من وجهة نظر المرأة. أنه الإحصائيات تقول أنه النساء اللي يطلبون الطلاق هم ضعف عدد الرجال اللي يطلبون الطلاق. فيعني هذا النسبة أنه تقول أنه النساء هم اللي يسعون للطلاق أكثر من الرجال. هذا لا يعني أنه هم المسببين بالطلاق أبدا، لكن هاي إحصائيات دقيقة، أنه اللي يقوم بطلب الطلاق وبفايل الديفورس وروح للمحامي وطلب المشي بهاي العملية هي النساء أكثر من الرجال بعدد الضعف. إحصائيات أخرى عن نتائج هذا القرار على النساء يقول 90% من الأمهات المطلقات هم يكون عندهم الكستدي على الأطفال، الأطفال يكونوا ويا النساء 90%. حتى لو كانت المحكمة هي ما أمرت بأنه الأطفال يكونون مع المرأة، هي بالنتيجة راح تكون هي اللي تعتني بالأطفال في بيتها. تخيلوا يعني أكثر النساء لما يطلقون
عبء العائلة والأولاد والأطفال راح يكون على المرأة، فهذا عبء كبير يعني تشوفه يؤدي بها إلى أنه تكون المرأة تعبانة، يعني لأنه هي على ما خلصت من موضوع الطلاق فبلشت الآن تتعامل مع العائلة وأولادها وتربية أولادها بطريقة جديدة هي ما كانت متعودة عليها، فعبء جديد يضاف إلى المرأة اللي تخوض غمار الطلاق. أيضا الأبحاث تقول 60% من البيبل اللي هم تحت خط الفقر، اللي عايشين تحت خط الفقر هنا في أمريكا هم مطلقين، يعني وأكثرهم من النساء والأطفال. 60% من اللي عايشين تحت خط الفقر في أمريكا هم نتاج الطلاق، وأكثرهم نساء وأطفال. تخيلوا يعني النتائج المخيفة للطلاق على النساء وعلى الأطفال. يعني السنجل مذرز يعني بشكل عام يقدمون دعم لما معدله 4 أطفال، يعني دائما النساء المطلقات، هذه إحصائية تشمل أمريكا كلها، يعني معدل السنجل مذرز أنها تكون 4 أطفال ترعاهم وتكلف خزينة الدولة بما معدله يعني آلافات الدولارات، ولأنه راح تسعى للرعاية الاجتماعية، راح تسعى لأنه ما راح تقدر تشتغل، شلون تقدر تشتغل وشلون تربي الأولاد وشلون بالنتيجة راح ينزل مستوى المعيشي إلى تحت خط الفقر، وبالتالي راح تطلب الولفر وتطلب فود ستام وتطلب و و و و و و و يعني لكم أن تتخيلوا كيف راح تكون حياة المرأة. اللي أريد أقوله في هذا أنه المرأة لمن تطلق هو ليس بقرار سهل عليها أنه أن تطلب الطلاق، رغم أنه 60 يعني ضعف عدد اللي يطلب الطلاق هم النساء، لكن أغلب النساء يعرفون أنه تأثير هذا القرار سلبي جدا عليهم. اترك مسألة الاستيغما ومسألة النظرة الاجتماعية السيئة اللي ينظرها المجتمع وخصوصا الشرق أوسطي إلى المرأة المطلقة، لكن مع ذلك تصل إلى مرحلة هي أنه ما بإمكانها بعد إلا أنها تقوم بهذه الخطوة. 65% من النساء المطلقات هم يستلمون إعانات اجتماعية من ال 75% منهم يستلمون child support بأمر من محكمة من النساء المطلقات. الشيء الآخر اللي يمكن نقوله نوعا ما إيجابي أنه المرأة بعد الطلاق تشعر رغم كل هذه الصعوبات تشعر أنه هي تحت ضغط نفسي أقل، نوعا ما نفسيتها ترتاح أكثر بعد ما تتخذ هذا القرار، وتبدي تحسن من مستوى معيشتها الشخصية ومستوى شخصيتها العائلية بسبب أنه أصبحت ممتلكة لهذا. النساء اللي يشعرون بهذا التحسن لعدة أسباب، واحد من هذه الأسباب أنه المشاكل الزوجية تختفي، يعني وتشعر أنه هي صار عندها ريليف، ارتاحت من كل المشاكل الزوجية اللي كانت سبب للطلاق، فتنتهي هاي المشاكل فتشعر بالراحة، تشعر أنه هي ارتاحت بعد الطلاق. النساء أنه أكثر من النساء يعني يلجؤون إلى الدعم الاجتماعي، يعني دعم العائلة، دعم الصديقات، الأصدقاء، دعم المؤسسات الدينية، الكنيسة والمؤسسات الدينية الأخرى، فلكونهم كذلك فيشعرون أنه هم أكو دعم أكثر عندهم. يعني النساء يعني بسبب طبيعتهم الاجتماعية أكثر من الرجال يحصلون على دعم اجتماعي أكثر من الرجال بعد الطلاق. النقطة الأخرى اللي تخلي النساء يشعرون بتحسن بعد عملية الطلاق أنه الثقة بالنفس تزداد، self-esteem مالتهم يبدي يرتفع،
وتشعر أنه هي امتلكت أمور حياتها وامتلكت ثقتها بنفسها، وأنه أصبحت الآن هي تتخذ القرارات داخل البيت، تتخذ القرارات لنفسها، تروح تتسوق أو ما تروح تتسوق، تلبس هذا الفستان ولا هذا الفستان، تأكل هاي الأكلة ولا هاي الأكلة. هاي كل هاي القرارات البسيطة اليومية اللي تتخذها المرأة قبل الطلاق، قبل أثناء الزواج، ما كانت يعني نوعا ما تتخذها بوحدها، لابد أنه أكو في خلفية فكرها، أنه أكو إنسان آخر تفكر بفكرة، تتخذ القرار بناء على شخصيته، بناء على هذا يحب هذا الفستان، يحب هذا الأكل، لازم ألبسته هالشكل أو هالشكل، أو أكو ممنوعات معينة الرجل كان يفرضها عليها. فلذلك لما المرأة يعني بعد الطلاق ثقتها بنفسها ترتفع، والسلف استيم مالتها يرتفع، فتصبح مرتاحة أكثر في أنه تدبر أمور حياتها وأمور أطفالها وأمور بيتها بطريقة أسهل من كانت بطريقة الشركة مع الزوج، اللي هي باعتبارها على اعتبار أنه نحن وصلنا إلى شركة خسرانة مع الزوج، وبالنتيجة أدت إلى الطلاق. لكن أعزائي، رغم أننا نتكلم هذا، لكن الطلاق هو مو عملية سهلة، هي ليست بالعملية السهلة خصوصا عند النساء. تخيلوا يعني نحن نشوف الأفلام ونشوف البنات في عمر المراهقة وبداية العشرينات، أنها تكون أحلامهم كلها تدور حول عريس المستقبل وحول الزواج وفستان الزواج والعرس كيف راح يكون، وكيف راح يكون بيت الزوجية، وكيف راح يكون عريس المستقبل. فكل أحلامها، أغلب أحلامها الرومانسية، هي تدور نوعا ما، وأكو هناك شخص آخر مشترك في هاي الأحلام. فهاي الأحلام فتجي هي إلى مؤسسة الزواج بهاي النظرة الإيجابية حقيقة، يعني الحلوة، أنه تتطلع إلى أن تكمل مسيرة الحياة مع إنسان يحبها، مع إنسان يحترمها، يقدرها، يحقق لها أحلامها، يحقق لها طموحاتها، يشبع حاجاتها العاطفية، يشبع حاجاتها الاجتماعية، يشبع حاجاتها الجنسية، وهكذا أنه هي تنتظر هذا فارس الأحلام اللي راح يعيش معها الحياة. لكن 50% في أمريكا على الأقل، في ميشيغان النسبة يقولون أعلى، يعني ما أكون إحصائيات دقيقة، لكن قبل يعني أكثر من 10-15 سنة كان أكو نسبة تقول أنه زواج في ميشيغان 70% ينتهي بالطلاق. نسبة خطيرة جدا، ما أعرف مدى مصداقيتها في هذه الأيام، لكن اللي تشوفون، لكن النسبة الحقيقية والموثقة أنه 50% من الزواجات تنتهي بالطلاق. يعني كل اثنين رجلين أو مرأتين يتزوجون، واحد منهم راح يتطلق. نسبة مخيفة، يعني كل 10 يتزوجون 5 منهم يتطلقون. نسبة يعني مؤلمة للمؤسسات، لمؤسسة الزواج في هذا المجتمع. أسباب هواية طبعا بالتأكيد، اللي راح نتكلم عن الأسباب ربما في يعني حلقات أخرى. لكن اليوم نريد نشوف يعني المراحل اللي الستيجز اللي تمر بها المرأة قبل مرحلة الطلاق، وشلون تصل إلى هاي المرحلة. طبعا بالتأكيد يعني المرأة لما تصل إلى أنه تتخذ قرار الطلاق، يعني احنا نفترض أنه هنا لأنه هي ضعف النسبة، لكن اللي الزوجين اللي يصلون إلى مرحلة الطلاق تبدأ يعني قبل سنين هي من عملية ما يتم الطلاق. فعلى الأقل قبل سنة إلى سنتين تبدأ العملية بأنه تشوف المشاعر، مشاعر الرجل والمرأة، مشاعر المرأة تكون هناك مشاعر غامضة تجاه الزوج، أنه مش يعني أكو هناك مشاكل كثيرة، arguments مع الزوج، إخفاء للألم والمرارة، أكو مرارة من قبل يعني تجاه الزوج وتخفيها لهاي المرارة، وبالنتيجة يؤدي هذا إلى أن الثقة تهتز بالرجل بهذا فارس الأحلام اللي كان في يوم من الأيام.
في نفس هاي المرحلة تكون أكو هناك مشاكل حقيقية واقعية بالزواج لكن ما معلنة، يعني لا المرأة تناقشها ولا الزوج يناقشها، فمشاكل مدفونة في مكان ما والاثنين ما يناقشوها، المرأة أيضا ما تناقشها. تبدي بهاي المرحلة أنه أكو هناك يصير بعد distance ما بين المرأة ورجل، أنه المرأة تصير تبتعد عن الرجل شوية شوية، تبتعد عنه تبتعد عنه تبتعد عنه، على هاي البعد يبدأ بعد عاطفي يعني emotional distance، وبعدين تبدي أنه كل ما ما تشوفه كل ما أحسن، فإذا يروح هو لليمين تروح هي لليسار، إذا يريد يروح هو لفلان مكان تروح لفلان مكان، فيصير هناك بعد أيضا بالمسافات. بعدين يصير هناك إخفاء للأمور، هذا كله يعني هذا قبل سنتين من عملية الطلاق. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، قبل سنتين من عملية الطلاق تبدي هاي الأمور، تبدي عملية الإخفاء أنه واحد يخبي على الآخر، وتبدي الفانتسي يعني أحلام أنه شلون الطلاق راح يتم، شلون راح أسوي، شلون راح أعيش لمن أطلق، وأنه تبدي عملية حساب شنو الأرباح والخسائر في لعملية الطلاق بالخيال بالأحلام بالأحلام اليقظة، أنه تبدي تحسب إذا أطلق راح أربح هالشكل، وإذا أطلق راح أخسر هالشكل، إذا أطلق كذا، ويعني منها حسابات كثيرة تتعلق بالفلوس والأولاد والبيت والمكانة الاجتماعية والمشاعر والعواطف والجنس، فتبدي عملية حسابية هاي قبل سنين من حدوث الطلاق. بعد هذه يعني ضمن هاي مرحلة السنتين أنه المرأة تبدي يعني تضع استراتيجية لأنه كيف راح تتعامل مع حياتها بعد الطلاق، لأنه ربما هي تحس أنه أجين أنا أتكلم عن هذا من وجهة نظر المرأة، لكن ربما تكون هي تحس أنه زوجها يريد يطلقها، فتبدي هي تفكر بالموضوع وتتناقش الموضوع. يعني مو كل الطلاقات اللي يتم بطريقة فجائية، يعني نحن ككونسلرز يعني واعين إلى مسألة أنه الزواج هو مؤسسة مشتركة 50% على الاثنين، وهاي المشاكل هي مشاكل مشتركة ما بين الاثنين، حتى لو كان أكو يعني واحد من الأطراف يلوم الطرف الثاني على الموضوع. بعدين تبدي هناك مشاعر من الخوف والنكران، الدينايل، تذكرون حكينا عن الدينايل، وقلق يبدي، ومشاعر بالمشاعر بالذنب، شعور بالذنب يعني بس مجرد التفكير بالطلاق، وشعور بالحب، وشعور بالغضب، وشعور بالكآبة وبالحزن الشديد، الجريف، انه بسبب هذا كله سنين قبل ما تتم عملية. هاي اول مرحلة من مراحل الطلاق لمن الزوجين يعني يصلون الى هاي المرحلة، خصوصا المرأة تكون حساسة لأكثر لهذه الـ بعد سنة الى سنة ونص من قبل الطلاق تبدي المرحلة الثانية، هي مرحلة الكلام عن الموضوع، تبدي يعني يبدي الكلام عن عدم الرضا، انه انا ما راضية، you know؟ ودائما انه نحكي للطرف الثاني، المرأة تحكي للزوج مثلا انه انا هذا ما عاجبني، هذا ما يريحني، انا ما مرتاحة، انا ضايجة، انا كذا، فتبدي تعبر، هاي المرحلة الثانية اللي تمشي باتجاه الطلاق. يمكن بهاي المرحلة الأطراف ربما يلجؤون إلى الكونسلينج، يلجؤون إلى المشورة، وهذا حقيقة في مجتمعنا الشرق أوسطي نادرا ما يتم. أنا أتكلم عن إحصائيات تشمل أمريكا كلها، في مجتمعنا الشرق أوسطي الكونسلينج وهذا يتم بمراحل متأخرة، المفروض يتم بهاي المرحلة، هو يعني قبل سنة من عملية الطلاق، لكن دائما اللي أنا أشوفه ككونسلر أنه يجونا اللي الأزواج الكابلز هم يعني مصممين على قضية الطلاق، قضية الطلاق منتهية، حاسميها في فكرهم قبل أنه يسعون للكونسلينج، فمجرد الكونسلينج هو مجرد ترضية للآخرين، ترضية للمحكمة، ترضية للعائلة، ترضية لأحلام، بس هم على الأغلب يكونون
متفقين في داخلهم على عملية الطلاق. المشاعر في هاي المرحلة المشاعر توتر وغضب تكون يعني ups and downs، يعني احنا نقول الايموشنال رولر كوستر، شايفين الرولر كوستر فوق وتحت فوق وتحت، مرة تكون مرة شعور بالكآبة، مرة شعور بالقلق، مرة شعور بالغضب، مرة شعور باليأس والقنوط، وهكذا المشاعر all over the place في هاي المرحلة. وكثير من مشاعر الذنب يكون في هاي المرحلة أيضا، ومشاعر الجريف الألم العاطفي والشعوري الشديد. المرحلة الثالثة قبل ما تتم عملية الطلاق اللي هي يعني 6 أشهر إلى سنة، يعني في خلال السنة اللي يتم بها الطلاق يبدأ هناك الـ emotional distance، يعني يبدأ الطرفين يبتعدون emotionally عاطفيا، ما واحد يحكي ويا الثاني، ما واحد يمزح ويا الثاني، ما واحد يعني يحب يشوف الثاني. So حتى يبتعدون، ما يروحون الحفلات سوا، ما يروحون المكانات سوا، يحاولون انه كل واحد يكون بوحده. على الاغلب ماكو بهاي المرحله، مرحله انه الطلاق يكون تقرر داخليا، دا اتكلم الان انه داخل الكابلز، داخل فكر المراه او داخل فكر الرجل انه القرار تقرر، طلاق ماكو من النتيجه، فماكو رجوع عن هذا القرار من يوصلون الى هاي المرحله. في هاي المرحله يعني ممكن تحدث انه تبدي يبدون الكابلز الرجال اكثر من النساء في هذا الموضوع، انه يبدون يدورون على بديل عاطفي، فيبدي يدور رجل، يعني يبدي يدور وربما حتى المرأة، يعني يبدون يدورون عن بدائل عاطفية تشبع الرغبة العاطفية اللي موجودة في داخل الـ 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 الفكر والمشاعر. الطرفين في هاي المرحلة يشعرون انهم ضحية للطرف الاخر، فتبدي مرحلة اللوم، الرجال يلوم المرأة يقولها انت سبب، والمرأة تلوم الرجال يقول لا انت السبب، وكل واحد عنده لستة اسباب حقيقية، يعني ما حتى نكون واقعين، ما تكون الاسباب غير واقعية، كل واحد عنده اسباب حقيقية اللي تؤدي بهم الى هاي المشاعر. في هاي المرحلة انه تكون مشاعر كره وحقد، ومشاعر سادنس حزن، وشعور بالذنب، قلق شديد، قلق على المستقبل، قلق على العائلة، قلق على الأولاد، بسبب انه خلص الموضوع الطلاق انحسم، تقرر قبل ما يتنفذ، بعد ما تنفذ، بس هو العفو عمليا حسم موضوع القرار. المرحلة الأخرى الرابعة في هذا في هاي المرحلة هو مرحلة التنفيذ، انه تبدي المرأة او الرجل في الـ احنا تكلمنا ايان انه اكثر اللي يطلب الطلاق، اكثر اللي يحاول ينفذ موضوع الطلاق هم النساء اكثر من الرجال، وانا هنا انا ما الوم النساء على هذا الموضوع، لانه دائما انا اعتبر الزواج وفشل الزواج ونجاح الزواج هو 50-50%، هو مشاركة مناصفة ما بين الرجل والمرأة، فلا حد يظن انه انا الوم احد في هذا الموضوع. في هاي المرحلة تحدث الانفصال الفيزيكلي، يعني كل واحد يعيش بوحد، او كل واحد يعيش بغرفة، او كل واحد يعيش يعني اذا كان يقدرون. بالتأكيد هناك انفصال عاطفي بين الاثنين. يبدي كل واحد يفكر شلون يشكل حياته، تبدي المرأة في هاي المرحلة تفكر شلون راح تشكل حياتها، شلون حياتها راح تصير، يعني تبدي، لأنه قبلها كانت يعني امرأة زوجة فلان وأم فلان، الآن أصبحت مو زوجة فلان في هاي المرحلة، فتبدي أنه شلون راح تعرف نفسها، شلون راح تقدم نفسها إلى المجتمع، إلى العائلة، إلى الزملاء، وتبدي تعمل على أن تشكل هاي الشخصية اللي راح تقدمها من جديد، وتبدي انه تهيئ الامور، مثلا بالاتصال بمحامي، بالاتصال الى بالناس رجال الدين، وحتى يهيئون الارضيه لحتى الطلاق يتنفذ.
بهالمرحلة الأطفال يكونون عرفوا، بالمراحل السابقة الأطفال ما يكونون عارفين شنو اللي يدور في مخيلة المرأة أو الرجل. بهاي المرحلة الأطفال يبدون يعرفون، وتبدي مشاكل الأطفال بسبب هذا الموضوع، شعورهم بعدم الأمان وشعورهم أنهم يريدون يساعدون الأب والأم على تصليح الأمور، فيبدون يتدخلون بطريقتهم الطفولية لإصلاح المركب الغرقان، وعلى الأغلب ما تؤدي إلى نتيجة. الفيلينجز تكون يعني مثل المرحلة السابقة وأكثر، مليئة بالخوف والستريس والضغط النفسي وخوف المستقبل وشعور بالذنب والعار وشعور بالخجل وكثير من هاي المراحل. المرحلة الأخيرة بعد ما يتم القرار، يعني أو المرحلة الخامسة، مرحلة الأكسبتنس، القبول بأنه خلاص تم الطلاق، حسم الأمر، طلقنا. تبدي المرأة تفكر شلون راح تقبل بهذا الموضوع، شلون راح تعيش حياتها، وتبدي تؤجست يعني تتكيف مع القرار عاطفيا وعمليا في حياتها، وتقرر خلاص انه الزواج هو مو فد مؤسسة سعيدة ولا هو فد جالب للفرح، وتبدي تعيش حياتها وتبدي تسترجع الثقة بالنفس والسلطة والسلف استيم، تبدي تسترجع بهاي المرحلة وتكون يعني نوعا ما نفسيتها أحسن من ما بالمراحل السابقة. المرحلة الأخيرة هي مرحلة البداية الجديدة، أنه خلاص تبدي بداية جديدة، تعيش في حياة جديدة، بداية جديدة وأفكار جديدة، تحاول تطبقها وتعيش حياتها بهاي البداية، وأحلام جديدة، ربما علاقات جديدة، صداقات جديدة نسائية أو رجالية. وكثير من المجتمع الأمريكي يعني يبدأ عملية ديتينج، وتبدأ أنه تدور على شخص آخر لهذا، أو أنه إذا كان يعني بمجتمعنا أنه يجيها خطاب، أنه تبدي تحسب هذا الحساب في هذا الموضوع، هو عملية البداية الجديدة. فعملية ليست بالسهلة. الآن يعني نحن وصلنا إلى نص الوقت، راح أفتح الخطوط للأعزاء المشاهدين، وأتمنى أنه أسمع وجهة نظر المرأة في هاي في موضوع الطلاق، أنه تتصل عزيزتنا المشاهدة، وإذا كان هناك يعني آراء، مشاركات، إغناء تعرفون يعني للمختبر للموضوع، مو مثل اللي يقعد ينظر على الموضوع، يعني دكتور إذا هو ناجح في زواجه، مو مثل المرأة أو الرجل اللي هو عانى من الطلاق وبعد سنوات عديدة من التعب في مؤسسة الزواج. مؤسسة الزواج متعب، يعني عملية متعبة مو سهلة. فأريد أسمع هاي، يا ريت أنه تشاركونا بهاي الاختبارات أو وجهات نظركم بأنه هل من السهل على المرأة، أنه مثل ما تقول الإحصاء أنه 60 يعني أو ضعف عدد أنه النساء يطلبون الطلاق أكثر من الرجال، أن المرأة تريد تطلق أكثر من الرجل، هل هذا صحيح من وجهة نظر المرأة؟ يعني هل هاي أنا أعتقد هاي الإحصائيات صحيحة، بس ماذا عن وجهة نظرك أنت عزيزتي المشاهدة؟ شاركونا باتصالاتكم، الأرقام التليفونات مفتوحة على الخطوط، راح نقبل الاتصالات، وبينما احنا لا نزال نتكلم عن هذا الموضوع الشائك والخطير اللي بالحلقة الجاية راح نتكلم من وجهة نظر الرجل. يعني أنا كعامل في حقل علم النفس وككونسلر، حقيقة يجيني يعني قضايا مؤلمة كثيرة، يعني اختبارات كثيرة، منها يعني النساء أكثر من الرجال، وواحد من الأسباب الرئيسية، يعني لحد الآن احنا ما تكلمنا عن أسباب الطلاق، هذا موضوع بوحده موضوع كبير، يعني عندما يشكولي من الظلم والألم والمعاملة المهينة والسيئة اللي يتلقوها من أزواجهم، يعني الله يساعدهم. فلذلك يعني أنا أصل مرات كثيرة إلى أنه يعني أوافق لهم على أنهم طلب الطلاق كان أنهم حبل نجاة، طوق نجاة لهم حتى يقدرون يستمرون بالحياة ضمن هكذا
مع ضمن هكذا أزواج. فهي دائما احنا أجيان احنا نتكلم من وجهة نظر المرأة. المرأة معرضة بكثير من الأحيان إلى الاضطهاد الجسدي أو الاستغلال الجسدي، أنه الزوج يضربها أو يستغلها عاطفيا جنسيا، يعني يؤذيها يضطهدها يتعبها يكسرها، وبالنتيجة يعني هي تجي يعني ما يظل أمامها مخرج إلا أن تطلب الطلاق. وأنا أعتقد أنه الرجال بسبب أنه لامتلاكهم هذا هاي الميزة أنهم ما يريدون يعني يطلقون، لأنه يشعرون أنه القوة عندهم، السيطرة عندهم، الباور عندهم، فيقولها يلا إذا تريدين تطلقين روحي أنت تطلقي وشوف إيش راح يصير بيك. مو شكل نسمع هذا يقول أنا ما أطلق، إحنا ما نطلق، إذا أنت تريدين تطلقين روحي أنت اطلبي الطلاق. حتى في مجتمعاتنا اللي هي يعني في زمان لما كنا نسمع عن واحد اتطلق يعني شيء عجيب غريب، هذا في مجتمعاتنا بالشرق الأوسط وخصوصا المجتمعات المسيحية اللي كثير من هالطلاق كان شيء يعني نادر جدا، غير يعني ما إلى وجود في النظام الديني. هسه تغيرت الأوضاع، وهذا واحد من الأسباب، هذا موضوع طويل، قياسا أو مقارنة بأديان أخرى، اللي هو الطلاق يعني فد شيء شرعي ومسموح به في الدين. هذا يعني موضوع ناخذ مناقشة الطلاق من وجهة نظر دينية ما نريد نبتعد عنها لأنه هي موضوع نقاشنا، لكن عندما نناقش المرأة كإنسان عندما تبني سنين طويلة من التعب والألم والجهد في تستثمرها في زواج، وبعدين نتيجة هذا الجهد وهذا الاستثمار تقرر في لحظة في يعني في في وقت في في مثل ما عرفنا أنه تصل إلى القرار أنه خلص انتهى، لازم أنا أنهي هاي العلاقة وأطلع من هاي العلاقة. فتبدي هسه راح أتكلم شوية عن معاناتنا نحن كشرق أوسطيين من ناحية المرأة. تبدي المرأة يعني كنت أتكلم مع أحد الأحباء يقول يعني رجل يضربها، رجل يبهدلها، يحرمها من الطلعة، يحرمها من الفلوس، تروح تشكي لأمها تقولها أمها ماكو هذا زوجك، هذا رجلك، تحملي وسكتي، إحنا ما عندنا بنات يتطلقون. طيب إذا يعني شو تسوي هاي البنت؟ تروح خطية المسكينة ترجع على بيت رجلها مكسورة الجناح، هالمرة يقوم يستغلها أكثر، يضربها أكثر، يأذيها أكثر، لأنه ما كان أكو هناك دعم اجتماعي إلها. بينما المفروض الأم في هاي الحالة أنه تقدم دعم لبنتها، مو شرط أنه يعني للطلاق، وإنما تساهم في عملية إصلاح الزوج، عملية إصلاح الزواج، ويعني أنه تصبح الحياة معقولة من غير طلاق. يعني عندي ناس أحباء يعني بناتهم في العراق لا زالوا وهم موجودين هنا، في كل جلسة دموعهم تنهمر بسبب أنه هم بأول شيء بعيدين عن بناتهم، وبعدين بناتهم عايشين في زيجات يعني مدمرة، أزواجهم يضطهدوهم يضربوهم يحتقروهم يذلوهم، وبالعراق شي يقدرون يسوونهم؟ هم هنا في أمريكا وبناتهم بالعراق، الله يساعدهم والله يساعد البنات اللي هم عايشين في مثل هكذا الزواجات. فهل نقدر نلوم المرأة لما تكون عايشة في هاي الطريقة؟ هل نقدر نلومها على طلب الطلاق؟ بالتأكيد لا، ليس من العدل، ليس من الإنصاف أنه نلوم المرأة اللي هي في هاي الحالة، هي ضحية لهذا الرجل السلطوي، هذا الرجل الدكتاتوري، الرجل اللي ما يعرف شلون يقدر هذا الإناء الضعيف، الإناء المرأة، ويحترمها ويحبها ويقدرها ويعاملها بلطف ووداعة، ويروي مشاعرها ويروي حياتها، وشوف شلون هي راح ترجع عليه بمحبة أكثر وحنان أكثر وعطف أكثر، وراح يكون هو المستمتع. فكثير من الرجال مع الأسف ما يعرفون، ما يمتلكون المعرفة في سر التعامل مع المرأة، ولذلك يعني
ثقافتنا الشرق أوسطية، تكلمنا عن الفروق هذه بين الجنسين بحلقات سابقة، لا بأس أن نجي على هذا الموضوع. ما تنطي المرأة يعني هذا هاي المكانة اللي المفروض هي تستحقها، وشوف الرجل يعاملها بجفاء، يعاملها بصلافة، ويعتبرها وكأنها يعني أثاث من أثاث البيت، ما عجبته يغيرها يبدلها يذبها ويجيب واحدة جديدة. فهذا هاي نظرة يعني قاصرة جدا لهذا الكيان الإنساني. فلما تجي هاي المؤسسة العائلية إلى بلاد مختلفة فيها القيام، مختلفة فيها اللايف ستايل، طرق المعيشة، طرق الحياة، فتبدي تتفتح الوعي عند هاي المرأة، وتبدي ترفض أن تعيش ضمن هذا النظام المتخلف أو هذا النظام السلبي البائس اللي يذلها ويستعبدها ويدمرها. فأجين أذكركم أعزائي المشاهدين بأرقام التليفونات موجودة على الشاشة، اتصلوا بي وشاركونا بالبرنامج، شاركونا في هذا النقاش عن موضوع الطلاق من وجهة نظر المرأة. أعزائي المشاهدات يعني شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ يعني هنا النساء متهمات في أمريكا أنهم بس يوصلون أمريكا يطلقون. أريد تطلع واحدة على الـ على الـ على التليفون تدافع عن هاي التهمة اللي تتهم بها النساء في أمريكا. متهمات، وهذا اتهام أسمعه بكثير من المجتمعات، خصوصا يعني حتى يعني العائلية والمجتمعات الذكورية أكثر، بل حتى الدينية. أنا سامع من رجال دين يوعظون بها، يقولون بس توصل المرأة هنا أمريكا وإلا راحت رأسا قبل، راحت طلقتها للرجال. طيب غير نفهم تفاصيل الحياة اللي كانت عايشتها. فالمرأة متهمة هنا أنه هي يعني تنسى أصلها وتنسى فصلها وتنسى عائلتها، وأنه هي مو زينة، وأنه بس جت هنا لأمريكا تريد تصير أمريكية وتريد تطلق رجلها. هل هذا الاتهام، هل تقبلي عزيزتي المشاهدة هذا الاتهام لك؟ أريد أسمع صوت، أريد أسمع صوتك الدافعين عن المرأة في هذا البرنامج. اتصلي بالبرنامج وسمعيني وجهة نظرك أنت، شنو رأيك؟ هل حقيقة أنه يعني المرأة بس تجي من العراق هنا رأسا أول شيء تسوي تطلق زوجها؟ أنا أعرف أنه أكو حالات صارت مثل هاي الحالات، يعني أعرف بحكم عملي، بحكم خبرتي. فماذا عن وجهة نظرك أنت؟ هل صحيح هذا الاتهام؟ والرجال هنا يعني الشرق أوسطيين يعتبرون هاي الفكرة مسلم بها، مسلم بها. يقول لي واحد يعني قبل سنين أعرفه، يقول لي أنا بالعراق شن تعاملها بالتوثية، أكسر رأسها بالتوثية، هسا تجي هنا تطلع صوتها علي وتجي تقول لي على عينك حاجب، أكسر رأسها بالتوثية، ويريد هنا يظل يكسر رأسها بالتوثية. إيش راح تقبل يعني، إيش راح تقبل تعيش مع هالشكل رجال في هذا المجتمع اللي احنا عايشين به؟ هذا يعني هذا فكر عايد إلى القرون الوسطى، هذا فكر عايد إلى البداوة وإلى إلى الأهوار، وإلى ما يمت بصلة إلى المجتمع اللي احنا عايشين به. فدافع عن نفسك عزيزي المشاهدة، وأنا يعني أريد أسمع الأصوات النسائية اللي تدافع عن نفسها ضمن هاي التهمة. أنا بالتأكيد أنا ما أوافق على هذا الكلام، أنه النساء هم ضحايا لكثير من الرجال اللي يعاملوهم بقسوة، وبالنتيجة يعتبرون أنه الطلاق هو عملية خلاص، هو عملية الحل للمأساة اللي مستمرة لسنين طويلة، بدأت بالزواج في العراق واستمرت إلى سنين طويلة وتحملتها بسبب الثقافة اللي نكون عايشين بها، والآن الوضع اختلف. يعني وما يعني أنا بشكل آخر من وجهة نظر أخرى أنا أرفض التعميم يعني في موضوع الطلاق. كل حالة بحالتها، ما نقدر نعمم الموضوع على الجميع، يجب أن ندرس كل حالة بحالتها،
كل كابلز كل يعني كل زوجين هم لهم نظام، لهم نظامهم الخاص ضمن نظام الزواج اللي يحطه المجتمع اللي هم عايشين به. طيب راح نكمل هذا الموضوع بعد ما ناخذ هذا الاتصال. معنا اتصال. الو اسماء، اهلا وسهلا من نورث كارولاينا، تفضلي يا اسماء. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. والله نشكرك على هذا البرنامج. يا اهلا وسهلا اسماء. اي والله، وحبيت اشارك فيه لان هسه هو تقريبا عندنا وقت فطور بعد okay. ربع ساعه، قلت له شارك بهذا البرنامج قبل لا افطر. انا اشكرك جدا على اتصالك. تفضلي اسماء. يا شنو رايك انت؟ اي والله احنا حيت يعني انا من شفت البرنامج مالتكم هذا يعني على عله على عله yeah. مالتنا. طيب اسماء، يعني شنو رايك بهذا الاتهام اللي تتهم به المراه انها بس تجي هنا لامريكا راسا تجي تطلق؟ رايك والله العظيم هذا ظلم، يعني ظلم من الرجال اللي هنا، ويعني يا ريت يتعلمون هسه، تعلموا شوفوا شلون يعاملون المراه هنا، وهي شلون المراه عندهم هنا ما شاء الله عليهم. بس احنا نمشي على الدين مالتهم، محجبات، نشتغل، صاينينهم، حامين بيتهم، بناتهم، كل هذا بس نريد احترام. احترامات الريد يعني الى متى؟ كنا بالعراق هماني والله يعني صار لي 14 سنه متزوجه. نعم. يعني وبعدي مو كبيره 30 سنه عمري. يعني وعندي 2 بنات. ومن العراقي حد انا ابد ما تغير اسلوبه وياي. يعني هسه ويانا احنا محاكم هسه ما اعرف هو السنه الجايه الشهر الثاني المحكمه مالته الاخيره. نعم. يعني يقول له بس يعني روح مدرسه نعلمك شلون تعامل المراه. نعم. لأني ما عندي مشكلة إلا يصير بس اللي بيعاملني معاملة كبشر حالي حال النسوان يعني. سو مانا تطلبين هواية أنت يعني أسماء، أنت مانا تطلبين هواية يعني أنت ما طالبة هواية، يعني بس أريد معاملة زين، يعني يعني أحس أنه مقدر موقفي يعني أنا يعني هم كنت أشتغل هناك بالسفارة البريطانية وهم أنا يعني صاحبة الملف وجبت لهنا وكل آني كل آني وصلت بي قلت له أنت يعني سوي شغلتنا وخلينا نطلع لا أنا وين أعرف أنا شو وديني سوريا خاف أروح يعني إحنا سويناها وإحنا جينا لأمريكا وإحنا جبناكم غير أسلوبكم ويانا إيش رايدين نعزكم يعني حتى هنا بأمريكا والله أنا اشتغلت قبله لان هو يعني ما عنده اسلوب حتى ويا العالم. نعم نعم. واني هسه هذا اتطلق من عنده والله العظيم يعني حيل تعبان لان ماكو تغيير وياه. الله يكرمك. اخاف من رب العالمين، والله اقول اخاف اطلقه ونقول ها هي طلقت رجلها هنا بامريكا. يا شوفي شلون؟ اسماء اسالك سؤال، لو هو لو هسه هو يعني تحصل معجزه ويتغير تستمرين بمعامله الطلاق؟ ما فهمت سؤالك لان يعني الصوت شوي. دا اقول هسه لو حدثت معجزه لزوجك وتغير أصبح إنسان مختلف يحترمك ويحبك ويقدرك ويهتم بأولاده ويشتغل ويعني يكون إنسان يعني مثل المواصفات اللي أنت تريديها تستمرين بالطلاق لو تبطلين؟ هاي أمنية، هاي بس أمنية ما أعتقد راح تتحقق إلي. إذا صار هالشكل تبطلين من تبطلين من الطلاق ترجعي له؟ بس حكي بس حكي أنا قلت معك وعود سانة أنت من هذا الموضوع لميت يدوم وشردت قلت ما أبقى راح أروح أكد بالفندق يا سانة من هذا الموضوع أنت يعني حتى ما عندك أمل أنه يصير وهنا أنا تعرف لا أهلنا يمنا لا أحد يمنا صحيح يعني وين نروح ما في صحيح من العراقيين بيظلون يحشون عليك أكو وحدة تعوف زوجها أكو وحدة تعوف بناتها صحيح الضيم شو بعد هسه واحد جاي من الشغل يحصل لك كتلة ليش أنا أشكرك أسماء هواية على صراحتك وأشكرك على اتصالك لأنه أنت حقيقة تعبرين عن كثير من النساء اللي مظلومات هم يعني يعني تتهم بهذا الاتهام. طيب طيب خلي نعكس الموضوع أنا أقول لك يعني خلي السلطة تكون بإيد المرأة وخلي الرجال هو يشتغل وبعدين لما يرجع بالبيت المرأة تطيف يعني تكتلفت كتلة وتعامله بهالأسلوب راح يقبل؟ يعني خلي نعكس المواقف، خلي نغير المواقف، شلون راح يقبلها؟ شلون يقبلها هو؟ طيب اذا انت ما تقبلها على نفسك ليش تقبلها على هاي الانسانه الرقيقه، الانسانه اللي حبتك، اللي سوت فضل عليك، اللي جابتك، اللي يعني طبعا يعني بالتاكيد هو الموضوع عميق جدا يعني ما اقدر اناقش هاي الامور يعني على الهواء ونعمم التفاصيل بها لانه بها تفاصيل هوايه هي اللي تؤدي بالزوجين الى
اللي يصلون إلى هذا القرار. لكن بكل الحالات أنا أشكر جزيل الشكر أسماء على اتصالك هذا، وأنت يعني شكرا جزيلا على هاي المداخلة، وأتمنى لك الموفقية في حياتك سواء مهما كانت النتائج اللي راح تأتي بها يعني حياتك. إن كنت راح تطلقين أتمنى لك أنه أن تعيشين حياة أحسن، وإن كان يعني هناك أمل أن ترجعون لبعضكم أنا يعني أتمنى أنه تعيشون وتربين بناتك بطريقة صالحة، وحتى يكونون شخصيات ناجحة في هذا المجتمع العظيم اللي نحن عايشين به. شكرا على اتصالك مرة ثانية. تشوفون أعزائي المشاهدين يعني هاي وحدة من النساء اللي هي يعني اشقد تعبت اشتغلت كافحت حتى تجيب زوجها حتى يشاركها الحياة هنا، وهو يعني على الأغلب هو يعني سبب رئيسي يمكن، أنا أفترض افتراضات يعني أنا ما أعرف الأخت المتصلة، يمكن يعني شون هو والرجال ومرته هي اللي قامت بهاي الأشياء كلها، فيبدي يحقد عليها لأنه هي ناجحة وهو فاشل، فيقوم يريد يثبت لها أنه هو الرجال مال البيت عن طريق ضربها عن طريق إهانتها عن طريق أنه يسوي بها ما يسوي. تشوفون هاي منو علمها هذا؟ ثقافتنا علمتنا هالشكل هذا، وهذه يعني نظرة سيئة جدا لابد أن نغيرها، بدل ما هو يحطها تاج على رأسه ويفتخر بها ويعني يشكرها طول العمر على الخير اللي سوته، يقوم هو يوميا يرجع للبيت يعطيها كتلة، مع الأسف حقيقة مع شديد الأسف. لكن هذا نموذج من الـ من الـ من النماذج اللي تعاني منها النساء. أنا ما أريد أعمم، أنا يعني دائما أنا أتجنب أن أعمم حالة على الجميع، لأنه أجين الطلاق والزواج هو حالة خاصة جدا، كل مؤسسة زواج كل رجل ومرأة هناك نظام يعني يحكمهم، ربما هذا النظام ما ينجح إلى كابل آخر، ما ينجح إلى زوجين آخرين، فلذلك المقارنة ما تكون صحيحة، وعلينا أن نتعامل مع الأزواج والزوجات بطريقة يعني كيس باي كيس، يعني كل حالة بحالتها من غير ما نعمم. أريد أسمع من الأخوات بعد عن وجهة نظرهم، أريد أسمع واحدة تحكي لي عن معاناتها بعد الطلاق إذا تقدر، إذا يعني تسمع. أعزائي المشاهدات إذا تحبون تتصلون وما تذكرون أسماءكم ما عندنا مشكلة، يعني اختاري اسم مستعار، ويعني مو ضروري أن تحكين اسمك الحقيقي، بس اتصلي حتى نساهم في عملية التغيير للمجتمع. يعني أنت عليك مسؤولية أن تحكين لهذا المجتمع عن المعاناة اللي عانيتيها لما أنت اضطريتي أن تتخذين هذا القرار. ارفعي صوتك بالكلام، احشي سمع المجتمع، سمع صوتك لهذا المجتمع اللي يرفض أن يستمع إلى صوت المرأة بشكل عام، وأنا أبتعد عن التعميم أيضا. فإذا كان هناك يعني أنا أرجو أن تتصلون فيما بعد. أسباب الطلاق أسباب متعددة كثيرة، يعني من أكثر الأسباب اللي المطلقين والمطلق يعني الأزواج يطلقون فيها يعني منها أسباب عاطفية، منها أسباب مادية، منها أسباب جنسية، منها أسباب يعني راح نرجع على هذا الموضوع بعد ما نأخذ هذا الاتصال. أهلا سومر من ميشيغان، يا أهلا وسهلا. ألو مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. شلون صحة؟ يا أهلا وسهلا بيكي. والله دكتور الموضوع كلش حلو اليوم. أشكرك جدا. بس حبيت أقول لك إنه الرجال يحبون يشوفون عضلاتهم قدام النسوان. نعم. ما بيهم خير يشوفون عضلاتهم قدام الرياضيين. نعم. لأن النسوان خطية ضعيفين. صحيح. ومكسورين مثل ما يقولون. صحيح. يعني مثل ما نقول الله ماشي الله ظالمهم، يجون هم هم عليهم يظلموهم. صحيح. هم الشكل ياهم دائما الرجال. صحيح. فبهاي الحالة هي مو قصة انه المرأة كانت بالعراق يشيلون التوثية عليها، لشنو هي حسن سامع حمارها حتى يشيلون التوثية عليها ويضربوا بيها. حشاكي 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 شلون؟ هم من يوسفون يجون الامريكا هنا ما يستقهون على رجالهم. نعم. بس انما الحقيقة تبان. نعم. مثل ما نقول احنا الحق حق ولا يعلى عليه. نعم. يعني مثل ما نقول
لازم يخلي الإنسان نفسه محترم. نعم. حتى المرأة مدهونة أكثر. صحيح. بس هو ديهين نفسه بنفسه. هو ده يصطهد نفسه بنفسه. نعم. المرأة أنا أقول هي شجاعة. نعم. وإذا شوف الظلم لازم يعني واحد يقوى عليه أكثر. صحيح. هو هاي نانا القارئ وهم شيء لأنه ضعيفين الشخصية. أكو رجال ضعيفين الشخصية وما عندهم كل قوة. نعم. ومثل ما يقولون سلاحهم هو أن يضربون المرأة. نعم. أن يتعدون عليها. نعم. فيقومون يهددوهم بالضرب بالتوسية لبعض أوقات يهددوهم بالطلاق بس بعدين يأكلون مثل ما يقولوها. الضربة القاضية أن المرأة من تطلق الزوج. أنا أقول هذه الضربة القاضية مكان ما هم يهددوها بهذه الشيء يعني لو يمدون إيديهم عليها. أو التوسية عليهم الضربة القاضية للرجال أن المرأة هي تهددة للزوج. نعم. يعني في رأيك أنت أنه حتى المرأة تعيد كل الضربات اللي أكلتها في حياتها هي بالنتيجة يعني تضرب للرجال الضربة القاضية عن طريق الطلاق وتأخذ حقها بكل الحياة السيئة اللي عاشتها. بالضبط الحق. نعم. وياها يكون القانون وياها. نعم. وكل شيء يعني يكون وياها. عدل الناس مش مثل تحشي غل تحشي تكسر بعرضها تكسر بشرفها لأن هذه أقل. نعم. مثل ما يقولوا أقل شيء جماعتنا هنا جاليتنا يقومون يحشون على المرأة. صحيح. ما عندهم غير هذه هيتي وهذه هالشكل سوت ولا ما كان رجلها لاقبها بغير شيء ما كان يطلقها وبعدين القهر الرجال يتهمها ويكسر بيها اكثر شيء يقولها انه انا شفتها ولقيتها ويا واحد بعد وين كانت رجولتك ليش سويت نفسك رجال وقتلتها هي ولا الرجال يا لا ان شاء الله يعني مو هاي يعني يعني انا اتفق وياك انه هو الاسباب الطلاق سومر اسباب هوايه واحد منها هو الدوميستيك فايلنس العنف المنزلي والضرب هذا هو واحد من الأسباب بس هي مو كل الأسباب يعني أسباب عميقة هي اللي يؤدي هذا الانفصال ما بين الرجل والمرأة بس أنا يعني أنا أشكرك على اتصالك وأنا أحس بالألم بصوتك وأحس بالألم في مشاعرك اللي أنت تحكين بيها من 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 ألم وأنا متأكد إنه حتى الأعزاء المشاهدين منا يحسون بهذا الألم اللي أنت تتكلمين به وأنت تعبرين عن مشاعر الملايين من النساء المضطهدات من قبل أزواج ما يعرفون شلون يعاملون المرأة باحترام وما يعرفون شلون يقدرون ويحبون هذا الإناء الضعيف هذا الإناء الرائع اللي هو المرأة. أنا أقول هم مكسورين هم الرجال مكسورين من العراق ويردون يستقون على النساء. نعم. أمريكا. نعم. صحيح. عرفت هي هاي المشكلة. بالتأكيد. المشكلة. Yeah. يردون يسوون نفسهم رياجيل رجال الرياجيل على. يا yeah, yeah. بالتأكيد. بس مو بالتأكيد. قدام المرأة. صحيح. روح بين رجولتك قدام الرياجيل. صحيح. صحيح. ليش تبين رجولتك قدام المرأة اللي yeah. هي ضعيفة قوة يعني. شكرا جزيلا أخذ سومر على اتصالك أنا أشكرك جدا يعني ويعني أنت يعني بكلماتك غنيتي وعبرتي بهاي الكلمات وبهاي المشاعر عن على لسان كثير من المتألمات بسبب الطلاق اللي أنت سميتيه هو الضربة القاضية تلاحظون أعزائي المشاهدين المصطلح اللي استخدمته الأخت سومر يعني وكأنها صورت الزواج عبارة عن حلبة ملاكمة طول عمر الزوج يسجل النقاط لكمات وضربات ولكمات وضربات ولكمات وضربات إلى أن يحصر المرأة في زاوية وبالنتيجة هي ما تستطيع إلا أن تفكر بأن تضرب الضربة القاضية واللي هي الطلاق الزواج هو ليس حلبة ملاكمة الزواج هو رحلة حياة ممتعة يجب أن يشارك بها الرجل مع المرأة اليوم أنا تكلمت عن الطلاق من وجهة نظر المرأة لكن هذا لا يعني أنه للمرأة ماكو نصيب بالمعاناة في الحلقة القادمة بإذن الله راح نناقش الموضوع من وجهة نظر الرجل وكيف الرجل ينظر للطلاق وكيف هو يفكر في هذا الموضوع وما هي تأثيرات الطلاق عليه وشنو اللي يؤدي به إلى أن يصل إلى هاي المرحلة ويتخذ هذا القرار أتمنى أن تكون هاي الحلقة قد ساهمت في تثوير هذا المواضيع وإحنا راح نناقش في حلقات قادمة الموضوع بعمق أكثر وراح نناقش الأسباب اللي اليوم نحن ما تكلمنا عن الأسباب اللي تؤدي إلى الطلاق راح نخصص حلقة بعد الحلقة الجاية إن شاء الله راح نستمر في موضوع سلسلة الطلاق وعملية الزواج حتى نناقش نمط الموضوع حقيقته وأهميته
في هذا الوقت. أنا تمنياتي لكل السادة المشاهدين بأن يعيشون حياة سعيدة مليئة بالحب، مليئة بالفرح، مليئة بالبهجة، مليئة بالنجاح، مليئة بالتغيير والرعاية اللي هم سبب من أسباب النجاح في هذا المجتمع وفي كل المجتمعات اللي نعيشها. أنا أشكركم على تواصلكم معي في برنامج الرعاية والتغيير، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع مضيفكم الدكتور هيثم صفو. إلى اللقاء.